سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ إنها بافاريا في عام 1776، حيث توجد قيم جديدة من العقلانية والحرية الدينية وأيضاً حقوق الإنسان، وهي القيم التي نافست النفوذ القوي للكنيسة الكاثوليكية على الشؤون العامة للمواطنين عبر أرجاء العالم. بدأت المطالبات بالاستقلال عن كل تلك الأفكار والقيم، لكن في بافاريا كانت هناك محاولات من أستاذ القانون آدم وايسهاوبت لتعليم الفلسفة العلمانية، وهي المحاولات التي لازمها الفشل، ولذلك قرر وايسهاوبت أن ينشر أفكاره من خلال مجتمع سري يسلط الضوء على أوجه القصور في مذهب الكنيسة وأفكارها، وأطلق على مجتمعه السري اسم المتنورين. اقتدى وايسهاوبت في صياغة مظاهر مجتمعه السري بمجموعة أخرى تطلق على نفسها اسم الماسونيين الأحرار، والتي بدورها كانت تمثل نقابة لنخبة من عمال المناجم في العصور الوسطى. تحول الماسونيون الأحرار من حرفتهم الأصلية إلى نشر قيم المعرفة والمنطق بشكل عام، ومع الوقت تحولت المجموعة إلى تنظيم خاص شبه سري تضمن العديد من الأفراد الأثرياء والنافذين في المجتمع، وخصصت المجموعة بعض الطقوس لكل من يرغب بالانضمام إليها. شكل وايسهاوبت مجتمعه الموازي في نفس الوقت الذي كان يعمل فيه كمنظم للماسونيين الأحرار، حيث كان يختار بعض الأعضاء منهم للالتحاق بمجموعته السرية، كما أطلق على نفسه اسم سبارتاكوس، وذلك نسبة لقائد ثورة العبيد الرومانية المشهور. بمرور الوقت أصبح الأعضاء الأوائل يمثلون المجلس الحاكم للمتنورين، وهو المجلس الذي يعرف بمجمع الحكماء. واحد من أعضاء المجلس هو البارون أدولف كينجي، وقد كان ماسونياً أيضاً، وأصبح من الأعضاء المؤثرين المسؤولين عن تعيين الأفراد في المنظمة. وبمساعدة كينجي زاد عدد المتنورين واكتسبوا نفوذاً كبيراً عبر بضع منظمات ماسونية، وتبنوا طقوساً تشبه كثيراً الطقوس الماسونية. بحلول عام 1784 كان هناك أكثر من 600 عضوا في مجموعة المتنورين، من بينهم علماء مؤثرون وسياسيون. وباكتساب المتنورين للأعضاء أصحاب المكانة والنفوذ، اكتسبت الثورة على الكنيسة قوة أكبر، وبالتالي فإن جيفرسون وايسهاوبت سيكون له تأثير كبير على الأوضاع. كان ملوك أوروبا ورجال الدين متخوفين من ثورات مشابهة على أراضيهم، وفي تلك الأثناء أصبح وجود المتنورين أمراً معروفاً للجميع ولم يعد سراً. اختار المتنورون والماسونيون الأحرار أعضاءً من نخبة المجتمع الأثرياء على وجه الخصوص، مما يعني أنهم خالطوا وبشكل متواصل أعضاء النافذين في المجال الديني والسياسي. واعتقد العديد ممن ينتمون للحكومة والكنيسة أن كلتا المجموعتين كانتا عازمتين على إبعاد الناس عن الكنيسة، لكن هاتين المجموعتين لم تكونا بالضرورة معارضتين للدين، بل كان هدف المجموعتين إبعاد الكنيسة عن السياسة. ومع ذلك بدأت الحكومة البافارية المتشككة في الاحتفاظ بسجلات الأعضاء المهمين في مجموعة المتنورين، وبمجرد أن بدأ أعضاء المتنورين بتقلد مناصب مهمة في الحكومات المحلية والجامعات، أصدر كارل تيودور حاكم بافاريا مرسوماً يمنع من تشكيل المجتمعات السرية، وذلك سنة 1784. وفي حين يبدو المرسوم صعب التنفيذ، لكن السلطات الأمنية نجحت في تنفيذه، وبعد مرور 9 سنوات فقط على تأسيس مجموعة المتنورين تم حلها، كما تم أيضاً حجز كل سجلاتها ونفي وايسهاوبت خارج البلاد. وأصبحت سمعة المتنورين في وقت قصير أسوأ من أي وقت مضى، ولكن بعد مرور عقد من الزمن، وتحديداً في أعقاب الثورة الفرنسية، ادعى الكتاب المحافظون أن المتنورين صمدوا ونجحوا في تنظيم الانقلاب على الحكم الملكي. وفي الولايات المتحدة الأمريكية نشر الواعظ جديدايا موريس أفكاراً مشابهة عن مؤامرة المتنورين ضد الحكومة،
لكن وبالرغم من أن فكرة تنظيم مجموعة سرية لاضطراب سياسي ما زالت حية وموجودة إلى الآن، إلا أنه ليس هناك أي دليل على أن المتنورين قد أعادوا تنظيم المجموعة من جديد ويعملون في الخفاء. إن فترة ولايتهم القصيرة موثقة جيدا في سجلات الحكومة البافارية، ونفس الشيء بالنسبة لسجلات الماسونيين الأحرار النشطين حتى اليوم، رغم أنه أيضا لا يوجد أي دليل ملموس على وجود الماسونيين الأحرار اليوم. وبمنطق العقلانية الذي تبناه المتنورون يمكننا أن نستنتج أنهم لم يعودوا موجودين الآن، لكن الأفكار التي دفعت وايسهاوبت إلى إيجاد المتنورين استمرت بالانتشار لتصبح اليوم الأساس للعديد من الحكومات الغربية. وهذه الأفكار لم تبدأ أو تنتهي مع المتنورين، وإنما كانت أفكار مجتمع، مثل موجة من التغيير كانت جارية بالفعل عند تأسيس المجموعة واستمرت لوقت طويل بعد زوالها. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.